بسم الله الرحمن الرحيم. بسمه نبدا وبه نستعين، وعلى بركه الله تعلن انطلاقه اول اشواط الابكار الثنائيه المحليات الاصايل بميدان الساد في منافسات الديوان السابع. على بركه الله اعلنت انطلاقه اول اشواط الثنائيه المحليات الاصايل من قبل مدير اللجنه المنظمه لهذا الميدان محمد بن سهيل بن وديم العامري، متمنين التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأخوة المشاركين بمشيئة الله تعالى. الوثبة تصدرت القيادة منذ شارة بدء الانطلاقة. المملوك المبارك بن معنس بن حربي العامري تصدرت قيادة هذا الشوط وانطلقت إلى المركز الأول، نقلة من الوثبة إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني حلوة علي بن محمد بن شفيان العامري، هو من يقدم حلوة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من الشاهينية مبارك بن محمد بن شرقي العامري، من يقدم الشاهينية على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من مشغلة سيف بن جعفر بن مرخان، من يقدم الشاهينية على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس بيان وسالم بن خلفان بن راشد الكعبي، من يأتي ببيان على المركز الخامس. المركز السادس ود مبارك بن محمد بن نصرة العامري، من يأتي بود على المركز الخامس. هكذا الندى، ها أول مركز السادس، هكذا الندى للست المراكز الأولى بالوفاء والتمام. ونعود وياكم إلى مقدمة الشوط، نعود وياكم إلى الصدارة ونتابع اللي قايده المسيرة ومنطلقه إلى المركز الأول. مشاهدينا الكرام، نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى الصدارة ونتابع اللي قايده المسيرة. هذه الوثبة، الوثبة الوثبة مبارك بن معنس بن حربي العامري متصدر القيادة، مسيطر على المركز الأول بالوثبة. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني تتواجد حلوة وعلي بن محمد بن شفيان العامري، من يقدم حلوة على مستوى المركز الثاني. أول أشواط المحليات يا إخواني، الله يا مشغلة، الله يا مشغلة، سيف بن جعفر بن مرخان موقعها المركز الثالث وعينها إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الرابع بيان سالم بن خلفان بن راشد الكعبي، من يقدم بيان في المركز الرابع. وفي المركز الخامس الشاهينية سالم بن محمد بن شرقي العامري، ود تحتفظ بالمركز السادس المملوكة لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. هكذا النداء، هكذا المسار للست المراكز الأولى المتقدمة في مسار أول أشواط صباحي هذا اليوم بميدان الساد. المنافسة إلى طيلة 6 كيلومترات، الفوز والانتصار لمن؟ لا زالت الوثبة، لا زالت الوثبة مسيطرة على المركز الأول منذ البداية وحتى هذه اللحظات. لمبارك بن معنس بن حربي العامري هو من يقدم الوثبة، من يقدم الوثبة، من يسيطر بالوثبة، السيطرة التامة، السيطرة التامة منذ البداية. وهي تزعمت المسيرة، تزعمت مسيرة أول أشواط الثنايا المحليات الأصايل. وفي المركز الثاني حلوة، يلا يا
حلوة، ترفع راية الخطورة حلوة، ترفع راية الخطورة حلوة، وتحتفظ بالمركز الثاني. علي بن محمد بن شفيان العامري، الله يراه حلوة، الله يراه حلوة، يرفع راية الخطورة على الوثبة بحلوة وموقعها المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث، لا زالت النتيجة لم تتغير، النتيجة منذ البداية لم تتغير، كل مركز في مركزه. بيان مع سالم بن خلفان الكعبي في المركز الثالث، موقعها المركز الثالث. وفي المركز الرابع لسيف بن جعفر بن مرخان، واسمها مشغلة، سلالة مشغل المختبر، لازالت في المركز الرابع، ولكن غير المفضل هذا الرقم لهذه الذلول اللي تحتفظ بالمركز الرابع. انتظروها، انتظروها هناك في الامتار الاخيرة حينما تصدر الاوامر، بتغير الميازين، بتهجم هجمة مو بسيطة. المركز الرابع الخامس، المركز الخامس، وصلت ود، وصلت ود. مبارك بن محمد بن نصرة العامري هو من يقدم ود على المركز الخامس. المركز السادس في اسم جديد، وصلت الحذرة، حميد بن محمد بن حارب الشامسي تاخذ المركز السادس في هذه اللحظات. هكذا الندى، هكذا المسار للست المراكز الاولى بالوفاء والتمام. ونعود وياكم الى مقدمة هذا الشوط، نعود وياكم الى الصدارة. 4 كيلومترات انتهت، 4 كيلومترات انتهت مشاهدينا الكرام من مسار الشوط الأول. 2 كيلومترات تبقت من المسار، حدث تغيير، حدث تغيير من حلوة، غيرت حلوة، سيطرت حلوة على المركز الأول. علي بن محمد بن شفيان العامري، الله يرعى حلوة، هذه حلوة، غيرت، غيرت حلوة، استلمت المركز الأول، انطلقت إلى الصدارة. علي بن محمد بن شفيان العامري يبدل على المركز الأول بحلوة، يسيطر بحلوة. الثاني تراجعت الوثبة، تراجعت الوثبة. مبارك بن معنس بن حربي العامري موقعها المركز الثاني. المركز الثالث من اللي قادمة، قادمة بيان مع الكعبي، الله يا الكعبي، يغترب حينما نغترب من الأمتار النهائية، يغترب وتغترب بيان كتعلن الفوز والانتصار. وسالم بن خلفان بن راشد الكعبي، وبجوارها مشغلة سيف بن جعفر بن مرخان على المركز الرابع. الخامس البن نصرة السات مع حميد بن محمد بن حارب الشامسي. هكذا النداء الأخير للست المراكز الأولى. زادت السرعة في المقدمة، زادت السرعة، وحلوة تفتتح بوابة 1200 متر متجهة اتجاها سليما إلى خط النهاية، كتهدي الفوز والناموس لمن يستحقه، علي بن محمد بن شفيان العامري. إذا فازت بالمركز الأول وهي لازالت إلى مشارف الفوز، إلى مشارف الانتصار. الكيلو المتر الأخير يا مضمرين، الكيلو المتر الأخير، حلوة على الصدارة، حلوة على المقدمة، علي بن محمد بن شفيان الوثبة لازالت تمثل الخطر، ترفع راية الخطورة. مبارك بن معنس بن حربي العامري تسعى، تسعى وتسعى وتسعى كتستعيد حقوقها المنهوبة، وتقلب الميازين لصالحها، وتنتزع المركز الأول، وتهدي مبارك بن معنس بن حربي العامري. يلا يا هذا الضغط، يلا يا هذا الضغط، يا هذا الضغط المكثف، واستلمت القيادة، استلمت القيادة بالقوة، وانطلقت إلى المركز الأول. والكعبي قادم، الكعبي قادم، يستغل الأمور ويتابع المسار وينطلق ببيان على المركز الثالث. ولكن الوثبة، الوثبة عادت في الأمتار النهائية، في الأمتار المحسومة، وعلى ما أعتقد الشوط للوثبة. أما يكون كلام آخر لحلوة أو بيان، الأمتار الأخيرة بن معنس يتفوق عند 400 متر النهائية، والوثبة وبيان، بيان 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 تكثف الضغوطات، وحلوة تجدد الأمال في اللحظات الأخيرة. يا سلام، اصمد يا اصمد يا الوثبة، اصمد يا الوثبة، الكعبي قادم، الكعبي قادم، بيان 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 تقلب الميازين في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لسالم بن خلفان بن راشد الكعبي، نبارك له،
على فوز بيان بالمركز الأول بأول أشواط الثنايا المحليات الأصايل. هذه بيان تنتزع المركز الأول، سالم بن خلفان الكعبي، الثاني لمبارك بن معنس بن حربي، الثالثة لا علي بن محمد بن شفيان، الرابع لسيف جعفر بن مرخان، الخامسة مشاهدي الكرام سالم بن محمد بالشرقي، وفي المركز السادس لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. التوقيت لمسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 43 ثانية. تهانينا والناموس لسالم بخلفان بن راشد الكعبي على فوز بيان بالمركز الأول.